السلام عليكم، شخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين يا غالين. طبعا هم صدفة حلوة يا شباب، دنيا مطر رجعت هساني، لقيت البرج ما شاء الله صاير رطينة، لقيت الحمام مغسول ذاك الغسلة الزينة مثل ما تشوفون. شوف الحمام صاير بحاله، هاي اشكال الحمام، شوف صاير بحاله، هاي اشكال الشتريات. شوف يا شباب، خل اعطيكم فد معلومة بسيطة جدا، خليها تخدم سطحكم. هنا الحمام كله مرطوب، الجو مرطوب، البرج مرطوب، ها عيني، والاكل غير مرطوب. ليش؟ لان احنا محافظين عليه جوا. هسا طلعت الاكل وطيت الاكل، خليت له زيت الزيتون وخليت له زيت الثوم، ومع ذلك خليت انا شنو، هاي الدنيا قاعد تمطر يا شباب، الدنيا قاعد تمطر، وخليت حمام الهين وقاعد يسبحني الحمام. ماكو كل مشكله، لا تخاف على الحمام ابد، لا تخاف على الحمام. هذا حال الحمام، هذا حال الحمام مثل ما تشوفون، كله مغسول غسل، يسحوا له غسل ولبس، هذا غسل ولبس. هاي فرخات بالله، هاي ما دام انا ملقح الفرخه مطمئن، مطمئن ايش مطيها؟ مطيها رافع مناعه، اللي هو اللقاح، اللي هو رقم واحد. اول ما سولفي رقم واحد قلنا اللقاح للفرخه، هاي نحافظ على الفرخه. اما طير الكبير لا تخاف عليه، طير الكبير لان انا هاي كلها ملقحه. شوف هاي الشياب، هاي الشياب كلها ملقحه انا بزغرها. وهذا الحمام شوف هسه دا يزق، قاعد يزق انا بها بناتن، وشوف الحاله صاير بي. شوف عليك الله، هذا طير، هذا شباقه بحياته، مغسول غسله من هاي التمام، صاير من هذا ابو الفوطه. هاي مزقت بناته، هذا عند البرج منا الله يشفيكم الشر، مزروف مزروف اي والله. انا زارفه لان هذا اعلان ضوئي، فينزل المطر خليته هنا بالجدر على مود لا يرطب الارضيه اكثر واكثر. انا كنستها وعقمتها وجهزتها وخلصنا منعتها. شبابنا الغالين، هنا تستخدم خافض حراره، خاف الحمام يسخن، خاف الحمام يسخن، تستخدم خافض حراره للحمام. ورا اليوم تطب الليل، اليوم تطب الليل خافض حرارة، قد يكون الحمام يعني ينشيل يعني من هالأبواب. أنا بالنسبة لي أنا مطمئن. ليش؟ لأن مطي الكركم، الخلطة مالتي تدرون بيها، الكركم وال ما يقارب تقريبا هن 7 أنواع مثل ما ذاكرهن بالفيديوهات القديمة، الكركم والقرنفل والقرفة والزنجبيل والثوم المطحون، يعني وزيت الزيتون، وبالإضافة هاي مواد طبيعية، هاي ترفع مناعة الطير، ترفع مناعة الطير. بالإضافة إلى شنو يا شباب؟ شوف هذا خطيب القوة يصعد. بالإضافة إلى أنا ملقح يا شباب، من ملقح الفرخة أنا مأمن عليها، هاي الفرخة من لقحتها أمنت على حياتها. من بعد ما الله عز وجل إذا يريد يأخذها بعد، يعني احنا لازم ناخذ احتياطنا، وبعدها الشيء راجع بيد الله عز وجل، اللي علينا نسويه. هذا حال الحمام، شوفوا شلون مغسول غسله، مغسول غسله من هاي التمام، والحمام جوا فرخه. مع ذلك قلنا هاي الاجواء رطوبه، شنو اللي نستخدمه؟ نستخدم خافض حراره ثاني يوم، لان تعرفون الجو الرطب، البرج الرطب، الحمام مرطوب كله، قد يكون يسخن، قد يكون اكو بيه يسخن، يستبرد ويسخن، وبعدها يشكل عنده لا سامح الله الشمرة، الشمرة اللي هي شنية، اللي هو ما يسمى النوكايسي وغير النوكايسي، تعرفون هاي المضرات. لأن يبدي من بداية سخونة، حالة من حال الطفل، شلون يبدي بسخونة وبعدها ينشمر الطفل، ينشمر. فإحنا لازم نعطي خافض حرارة للحمام. راح تقولوا له هاشم خافض حرارة شلون، منين نجيبه؟ أي بيطرية ما كريد، يقول له أريد خافض حرارة للحمام، فتستخدمون الخافض حرارة. ما كبيطر يمك، الأرقام مال أمين الجاف والوكلاء كلهم يمكم. الفيديو مذكور على قناتي،
تنزل بالتعليق المثبت تلقى الأرقام مال جميع المحافظات، مال جميع المحافظات راح تلقى الأرقام الوكلاء أمين الجاف أبو عمر. مثل ما قلنا لازم تتابع الحمام يا شباب، أهم شيء نظافة الأرضية، أهم شيء الديتول شلون منظف الأرضية على مود الطير مرتاح بصورة عامة. هسا أنا قلت لكم خو مطر وخليت لنا الحمام لأن كان المتوسخات من الأرضية، فالحمام تقريبا نص سبح والنص الثاني لا والله ما سبح. إذا تريد للاحتياط يا شباب، للاحتياط وللاطمئنان أكثر، احتياطا واطمئنان، شو تسوون؟ إذا عندك مثلا في الصوبة داخل البرج ماكو مشكلة، صوبة للأرضية على ما تنشف، هاي إذا ما واصل أو إذا واصل لها ماي تخلي لك صوبة. ما عندك صوبة جيب لك خشب حطب ها وسوي لك فد جمرية داخل البرج، لأن النار تقتل الجرثومة، النار والدخان يقتل الجرثومة. فإذا ما عندك ذن يعني المانع الرافع مناعة مثل الكركم قلنا والقرنفل والقرفة، فاستخدم هاي الأمور أفضل لك. شوفوا يا شباب، الغاية من هذا الفيديو راح تقولوا لي شنو الغاية يا هاشم، أنت صح سولفت بس الغاية شنو؟ الغاية أنا ما خايف، أنا هسه راح أدير وجهه وأروح أنام، راح أكمل الفيديو أنزل على اليوتيوب شو وقت ما ينزل ينزل، بس هنا مرتاح. ليش مرتاح؟ لأن أنا حمامي مطي رافع مناعة من شغلات الأعشاب اللي هن الفيديوهات مذكورة بالسابق مالاتي، تقريبا من ترجعون 5 فيديوهات أو 6 فيديوهات راح تلقون. وبالإضافة شلون نخلي إذا تقدرون اليوم شو تسوون؟ ليمون وثوم، تفورون على النار فد ليمونتين وياهن ثوم، ها يعني فد راس مال ثوم وليمونات 3-4 ما يأثر، تخليهن تقريبا فد على 3 لتر 4 لتر وتخليهن يفورن ويبردن من وحدها، بعدها صفيهن ووطيهن للحمام على مود يشرب من عنده. هاي اهم خلطة مفيدة للحمام، هم ترفع مناعة الطيرة من الأمراض وتفيده للجرثومة. وبالإضافة أكو علاجات جدا راقية بخصوص العلاجات الكيميائية مثل الكنكر، مثل السالمونلا، وعندك ال والله إنه هواي تسميات والكوكسيديا وذن الأمور، هاي كلها تكون تشتغلون عليها يا شباب. أنا قلت لكم الغاية من عتها أنا مطمئن على الحمام، هسه من اكمش الحمام كله اغطى بالماء واشمره بالابراجه، ما عليه شيء. ليش؟ لان مناعه الطير رافعه، يعني مناعه الطير مضبوطه 100%، مناعه الطير مضبوطه 100%. اما انت اليوم باوع عن نفسك ايش قد خايف راح الحمام مالتك يرطب، الحمام مالتك راح يتاذى، بعدها راح يقلل الاكل، بعدها راح يمكرم السامع يصير عنده سهال، بعدها الطير يعتكف على صفحة، وبعدها راح يفتر راسه ويصير عنده ضرب بالعصب مالته. يا بي هاشم الحقنا، أنا هسه مو مسألة أتعاجز له وشيله هاي، بس أنا على مودكم يا شباب، على مودكم. حرامات الفرخة من تطلع لك لقحة وين ما تريد موجود، وين ما تريد اللقاح موجود. اي طير عراقي عسى ما طير بألف دينار ألقح أمن عليها، حرامات والله حرامات. هسا هذا الأكل تقريبا هسا شبه اللي الرطب من خلال الجو، لأن صار ما يقارب تقريبا صار بالربع ساعة. تعرف هذا الحمام جوا فرخة قاعد يزق بناته ويرجع ياكل، يزق بناته ويرجع ياكل، فما عليهن شي، هم مطمئن من حالهن. أكل مخبوط وياه زيت الزيتون وزيت الثوم، يعني المناعة فول الفضل من الله. اعتنب حمامك وأريدك تصلى على محمد وآل محمد، ها عيني، واطمئنوا على حمامكم. إذا أنت تهتم بي اطمئن على الحمام، إذا ما تهتم بي نصيحة لا تخابر هاشم الساعدي، لأن أنت شو الفائدة تتابعني وتتابع فيديوهاتي وقاعد أقدم لك المعلومة وهاي وقت ويعني وذابح روحي على لجلك بحيث ما أريدك توقع بمطبات مو حلوة، تالي ما تالي تجيني وتقول لي هاشم أنا لا والله لا مستخدم هاي علاجاتك ولا شيء، بعد على شنو مخابرني مثلا؟ يعني شرد أسوي لك، أنا شرد أسوي لك.
يعني الحمام بعد ما يستقبل كل علاج، الطير اذا ضرب واذا سخن بعد ما يستقبل كل علاج. فكل الحب لك، من احكي لمصلحتك انت وليس لمصلحتي. انا رجال مرتاح، هذا حماماتي قاعد هنا، يعني اطلع الصبح ارجع بالليل. فكل الحب لكم، صح اضوج على حمامكم قد يكون بي مريض وهذا انا اتاثر بي، يعني اريد صحة حمامكم جيدة على مود انتم تتونسون بهاي المسيرة. كل الحب لكم، اخوكم هاشم الساعدي، مع السلامة يا غالي.